بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين آمين آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم المردود بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من الكلام على المقبول أخذ يتكلم على المردود الذي يحرم العمل به. المردود يحرم العمل به، وقدام شوية هنتكلم على أن للحديث الضعيف شروط للعمل به، ويحرم العمل به، ولكن إذا توافرت فيه بعض الشروط يجوز العمل به. من هذه الشروط ألا يكون في العقائد وفي أصل من الأصول، يعني ألا يتكلم هذا الحديث الضعيف عن أصل من الأصول أو في شيء من العقيدة، وألا يعتقد الشرط الثاني ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، يعني هو يعمل بهذا الحديث يعرف أو يكون في اعتقاده أن هذا الحديث غير ثابت. الشرط الثالث أن يكون في فضائل الأعمال، أن يكون هذا الحديث في فضائل الأعمال، في الذكر، في الصدقة، في أفعال الخير عموما، فحينئذ يجوز العمل بالحديث الضعيف، وإلا فلا يجوز العمل به. أما الحديث الموضوع أوش، وهناك شرط آخر ألا يكون شديد الضعف، فإذا كان شديد الضعف أو موضوعا لا يجوز العمل به بحال من الأحوال. يبقى هذه الشروط هي شروط العمل بالحديث الضعيف. وموجب الرد أي مقتضى الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو، يعني إحنا بنرد الأثر أو الحديث لشيئين، إما لسقط من الإسناد، سقط راو أو أكثر. ليه؟ لأن إحنا لا نعلم هذا الساقط، هذا الراوي الساقط أو أكثر من راوي إذا كانوا ساقطين من الإسناد، لا نعلم حالهم، هل هم ثقات أم ضعاف أم غير ذلك، أو طعن في راو يرد الحديث أيضا إذا كان هناك طعن في راو من الرواة على اختلاف وجوه الطعن. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، يعني الطعن في الراوي لا يقتصر فقط على أمر يرجع إلى ديانة الراوي كأن يكون مبتدعا أو فاسقا أو نحو ذلك، أو إلى الضبط أن يكون غير ضابط، فهناك وجوه كثيرة للطعن في الراوي. يبقى إيه؟ هناك سببان لرد الحديث، أن يكون هناك سقط في الإسناد، هذا هو الشرط الأول، أو إذا وجد طعن في راو من الرواة. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، هيتكلم على أول شرط لرد الحديث وهو السقط في الإسناد. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، من تصرف مصنف، من تصرف مصنف، يبقى إيه؟
لا من تصرف راو من الرواة. فالراوي إذا أسقط شيخه أو من فوقه هذا له حكم آخر وتسمية أخرى. أما إذا كان السقط هذا من تصرف المصنف أي مؤلف الكتاب كالبخاري ومسلم ونحوهما، يبقى إيه؟ هذا يسمى المعلق. يبقى المعلق إذا كان السقط من تصرف المصنف، يعني المصنف مصنف الكتاب هو الذي أسقط هذا الراوي أو أكثر من راوي، يعني مش لازم يكون راوي واحد، ممكن اثنين أو ثلاثة، أو ممكن يحذف السند بأكمله كما يفعل البخاري وغيره. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي، يعني إيه؟ الصحابي، وده بيسمى إيه؟ المرسل. يبقى الأول سقط من مبادئ السند وتصرف المصنف ده اسمه إيه؟ المعلق. ومن آخر الإسناد اللي هو يعني الصحابي بيسمى إيه؟ مرسل أو غير ذلك. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. الأول اللي هو إيه؟ أن يكون من مبادئ السند من تصرف المصنف. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وقلنا إيه؟ سواء بتيجي معها إيه؟ أم وليس أو. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وبينه اللي هو إيه؟ المعلق، وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فاكرين العموم الخصوص الوجهي؟ دايرتين إيه؟ داخلين في بعضهم، ورسمناها هنا على الإيه؟ على اللوح. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، لأن المعلق ممكن يسقط برضو منه واحد أو اثنين أو أكثر، فيبقى هو من هذه الجهة يجتمع مع بعض صور المعلق. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه. فالمعلق الحذف بتاع الإسناء، الحذف بتاع الرواة أو إسقاط الرواة من تصرف المصنف. أما المعضل فالحذف أو السقط بيكون من تصرف مين؟ الراوي. مفهومة دي؟ بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، أي يفترق من إيه؟ المعلق، أو يفترق عنه، إذ هو أعم من ذلك. يبقى المعلق أعم من المعضل. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند. المصنف يأتي إيه؟ ويحذف الإسناد بأكمله، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري كده يأتي، أو مسلم أو غيره يأتي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو البخاري أو مسلم سمع رسول الله؟ لم يسمعه، فيبقى أسقط جميع الإسناد. ومنها أي ومن صور المعلق، يبقى الصورة دي اللي هو حذف جميع السند يجتمع مع المعضل. يجتمع مع مين؟ مع المعضل، لأنه سقط اثنين فأكثر. واضح النقطة دي؟ هنا في المعلق ده اللي هو حذف الإسناد بأكمله سقط اثنين أو أكثر، فيجتمع مع المعضل اللي هو سقط منه اثنان فصاعدا.
بس طبعا قلنا الفرق ايه، ان المعلق من تصرف المصنف والمعضل من تصرف الراوي. ومنها ان يحذف الا الصحابي او الا التابعي والصحابي معا. يعني المصنف ياتي ويقول ان ياتي ويروي عن التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا المصنف لم يلقى التابعي، أو يأتي ويروي عن الصحابي مباشرة، يأتي ويروي عن الصحابي مباشرة. مثال زي هذا إيش؟ تجد في صحيح البخاري أن الحافظ أو الإمام البخاري يقول قال صلة عن عمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، أو من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. يبقى هنا البخاري حذف ما بينه إلى أن وصل إلى صلة الراوي عن عمار بن ياسر، حذف كل هذا الإسناد سواء عددهم بقى 2 3 أو 4، وقال مباشرة قال صلة عن عمار. هذا مثال للحديث إيه؟ المعلق. طيب الحديث المعلق لما نأتي ونريد أن نروي أو نحكي صنيع البخاري في هذا الحديث، فنقول رواه البخاري؟ لا، نقول ذكره البخاري تعليقا أو أورده البخاري تعليقا، ولا نقول رواه البخاري. ليه؟ لأنه ما فيش سند متصل ما بينه هنا وما بين مثلا صلة، أو ما بين وما بين وما بين عمار. هل هذا هو من باب الأدب مع الإمام البخاري؟ لا، من باب حكاية الواقع. يعني الواقع أن البخاري لم يلق التابعي، فإذا ليست هناك رواية، فلا نستطيع أن نقول رواه البخاري. رواه البخاري يعني في سند، البخاري سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه إلى أن وصل إلى التابعي أو الصحابي. هذا السند هنا مفقود، فلا نستطيع أن نقول إيه رواه البخاري، نقول ذكره البخاري تعليقا أو أورده البخاري تعليقا. وهذا معلوم من صنيع الأئمة والحفاظ، لما يأتوا إلى حديث معلق يقول ذكره فلان أو أورده فلان تعليقا. ومنها أن يحذف من حدثه، أي ومن صور المعلق أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه. يعني البخاري مثلا يأتي إلى حديث أخذه من شيخه فيحذف شيخه ويضيف هذا الحديث إلى شيخ شيخه، المرتبة الثانية، يحذف شيخه ويضيف هذا الحديث إلى شيخ شيخه. فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، هنفترض أن شيخ البخاري ده هو شيخ البخاري أيضا، يعني هو البخاري وشيخه أخذ عن شيخ واحد، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا؟ والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء، النص يعني واحد نص على أن إيه؟ أن هذا ليس شيخه، أو أن هذا شيخه، أو الاستقراء عرفنا بالتتبع، بتتبع الروايات أن هذا شيخه،
فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، يعني هو أضاف هذا أو هذه الرواية إلى شيخ شيخه وهو مدلس معروف بالتدليس، يبقى أصبح هذا من قبيل المردود ويحكم على هذا بأنه تدليس، هذه الرواية فيها تدليس. أما إذا لم يكن هذا الراوي مدلس فيكون هذا الحديث معلقا. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، هذا الذي أسقط من السند لا نعلم حاله هل هو ضعيف أم ثقة، لذلك ذكرناه في قسم المردود. وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، قد نحكم بصحة هذا الحديث المعلق إن أتى من طريق آخر فيه هؤلاء الرواة المحذوفون ذكر أسماؤهم، يعني الحديث مثلا هنضرب مثال بالحديث الذي ذكرناه، حديث عمار بن ياسر اللي هو من صام اليوم الذي يشك فيه أو يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، هذا ذكره البخاري تعليقا، ولكن وصله الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام مسلم، وصلوا أي ذكروه موصولا متصلا، يبقى احنا هنا عرفنا هؤلاء الرواة الذين أسقطهم البخاري، فالرواية وردت في عند الخمسة موصولة، يبقى عرفنا إيه هؤلاء الرواة من هم. وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، وزي المثال اللي احنا ضربناه. فإن قال جميع من أحذفه ثقات، يعني هذا المصنف الذي ذكر حديثا معلقا فقال أنا كل من أحذفه من الإسناد هو ثقة، جاءت مسألة التعديل على الإبهام، يعني هذا المصنف عدل هؤلاء الرواة أو وثقهم، وإحنا لا نعلم من هؤلاء، يبقى إحنا بنعدل أناس مبهمين لا نعرف عنهم شيئا، والجمهور لا يقبل حتى يسمى، يعني جمهور المحدثين على أنه لا يقبل منه هذا حتى يسمي هؤلاء الرواة الذين أسقطهم. ليه؟ لأنه هو ممكن يكون ثقة عنده هو لكنه ضعيف عندي أو ضعيف عند غيره، أنت ترى أن هذا الراوي ثقة وأنا أرى أن هذا الراوي ضعيف، وبالتالي أنا لن آخذ بهذا الحديث، فإذا يجب أن يسمي من أسقط من الرواة. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف أي حذف الرواة في كتاب التزمت صحته كالبخاري، البخاري التزم أن جميع ما أورده في كتابه صحيح، وكذلك الإمام مسلم، إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، طبعا كلامنا البخاري في الصحيح، يبقى كده هيخرج من هنا إيه كتابه زي الأدب المفرد، إذا ذكر فيه حديثا معلقا يبقى زيه زي أي كتاب آخر،
التواريخ الثلاثة، التاريخ الصغير والأوسط والكبير للبخاري برضو خارج عن هذا. احنا بنتكلم هنا على ايه؟ على الصحيح فقط، صحيح البخاري، لا نتكلم عن كتب البخاري الأخرى. والمعلق في البخاري يعني كثير جدا، معلق في صحيح البخاري تجد كثير جدا من الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، لكن في صحيح مسلم عددها قليل، يعني يبلغ حوالي 17 موضعا في صحيح مسلم. أكثر المعلقات في البخاري، البخاري يأتي إلى موضع آخر ويذكر هذا الحديث المعلق موصولا جوه الصحيح، يعني مرة يذكره ويحذف الإسناد، ومرة يذكره موصولا متصلا مسندا. طيب هو بيعمل ليه كده؟ لماذا يأتي به مرة موصولا مسندا ومرة يأتي به معلقا؟ البخاري لما بيكرر الحديث لا يكرره إلا لفائدة، إما في المتن أو في السند. مرة يأتي بفائدة أخرى في المتن، هذا الحديث أو هذه الرواية كررها لوجود إضافة في المتن لم تكن موجودة في السابق، أو يغير في الإسناد، إسناد هذا مختلف عن هذا، أو في حكم استنبطه البخاري غير موجود في المتن الأول. فهو عندما يكرر الحديث يكرره لفائدة عنده، فإذا لم تكن هناك فائدة فيذكره معلقا حتى يستغني عن التكرار، لا يكرر شيئا ذكره قبل ذلك فيذكره معلقا، أو لسبب آخر أنه لم يسمعه ولم يتلقه من شيوخه مباشرة، بل سمعه عن طريق الإجازة، شيخه أجازه بهذا الكتاب ولكن لم يسمعه منه حديثا حديثا، أو لم يقرأه عليه حديثا حديثا، بل سمعه منه أو شيخه أجازه به ولكن لم يسمعه مشافهة، أو سمعه عن طريق المذاكرة، هو قاعد بيذاكر مع واحد من الأئمة اللي في طبقته أو أقرانه، فقال له سمعت أو رويت عن ابن عباس حديث يقول كذا وكذا، سمعه عن طريق المذاكرة، اتنين قاعدين بيذاكروا مع بعض، فده يقول له إيه، أنا رويت في هذه المسألة حديثا، ويسوقه له، ويأتي زميله ويقول أنا سمعت حديثا آخر في هذا الموضوع عن فلان، ويسوقه له. فالبخاري هنا لم يسمعه من شيخه أيضا مباشرة، بل سمعه عن طريق المذاكرة أو عن طريق الإجازة، أو أن هذا الإسناد عنده موصولا لكن ليس على شرط البخاري. يعني هؤلاء الرواة الحديث متصل الإسناد، لكن في بعض رواته راو ليس على شرط البخاري، وممكن يكون هذا الراوي ثقة لكن البخاري ارتأى ألا يخرج له لمعنى عنده أنه على لم يكن على شرطه في الرواية. فكل هذه أسباب تدعو الإمام البخاري ومسلم مثلا إلى أن
يورد ويذكر أحاديث معلقة في كتبه. طيب، هل كل الأحاديث المعلقة في البخاري وصلها البخاري؟ احنا قلنا ايه، في كثير من الأحاديث المعلقة التي يذكرها في موضع يصلها في موضع آخر، لكن هذا ليس كل الأحاديث المعلقة وصلها في كتابه، فهناك ما يقرب من 160 حديثا معلقا لم يذكرها متصلة في موضع آخر من كتابه. جه بقى الحافظ ابن حجر مؤلف هذا الكتاب، عمل كتاب اسمه ايه؟ تغليق التعليق، وكتاب آخر اسمه التوفيق، ذكر فيه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري ووصلها جميعها الإمام الحافظ ابن حجر، كتاب التوفيق وكتاب تغليق التعليق، وصل فيه جميع ما علقه البخاري. فما أتى فيه بالجزم، هو بيتكلم على مين؟ على البخاري. فما أتى فيه بالجزم، يعني إيه بالجزم؟ يعني جزم أنه قاله، يعني قال فلان، قال فلان أو حدثنا فلان، يبقى هنا جزم، دي اسمها صيغة الجزم، عكسها ما يسمى صيغة التمريض، يذكر قيل أو يقال فتشعر بعدم التأكد، لكن أنا لما أقول لك فلان قال يبقى أنا متأكد أنه قال، بعكس لما أقول لك قيل، قيل يعني أنا لا أدري هذا الكلام من قاله ومتى قيل وكيف قيل، لا أدري قيل، لكن لما أقول لك قال فلان يبقى أنا متأكد أن فلان قال هذا القول. وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، يعني فيه تفصيل. يبقى اللي أورده بصيغة الجزم ده هنعتبره صحيح، وما أتى فيه بصيغة التمريض أو بغير الجزم ففيه مقال، يبقى هو صحيح إلى من علق عنه، صحيح إلى من علق عنه، ويبقى النظر فيما بعد ذلك. يعني هو البخاري مثلا حذف شيخه، حذف شيخه فقط، يبقى الحديث من أول شيخ البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، يبقى النظر في شيخ البخاري ده هو مين، فلا بد أن نعرفه إذا ورد الحديث المعلق بصيغة التمريض أو بصيغة غير صيغة الجزم، يبقى لا بد أن نعرف من هو هذا الشخص المحذوف. لكن إذا كان الحديث المعلق ورد بصيغة الجزم كأن قال فلان أو حدثني فلان، يبقى هذا الحديث صحيح. طيب، هل كل ما ورد بصيغة التمريض أو بصيغة غير الجزم نعتبره ضعيف؟ لا، هناك أيضا أحاديث معلقة ذكرها البخاري بصيغة التمريض وهي صحيحة أيضا، زي حديث مثلا ابن عباس في الرقية قال ويذكر عن ابن عباس، ويذكر عن ابن عباس اللي هو الرجل الذي لدغه عقرب وذهب إلى قوم فقال لهم هل معكم أحد يرقي، فجاء أحد الصحابة ورقاه
فيعني عافاه الله، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يعطوا إلى هذا الراقي أجرا، فقال لا أخذ شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال له إن أحق ما أخذتم عليه أجرا هو كتاب الله. فالحديث ده أورده البخاري معلقا، فقال ويذكر عن ابن عباس، ثم أتى به موصولا في صحيحه. يبقى إيه هو ويذكر دي من صيغ إيه؟ التمريض، ليست من صيغ الجزم، ومع ذلك أورده متصلا مسندا في موضع آخر من صحيحه. يبقى ليس كل ما ذكره بصيغة التمريض يبقى فيه مقال، لا لا، ممكن يذكر بصيغة التمريض ويأتي متصلا مسندا، لكن اللي فيه مقال بقى إيه؟ اللي هو ما ذكره بصيغة التمريض ولم يأتي متصلا في موضع آخر، هذا هو الذي فيه المقال. البخاري نفسه التزم أن يأتي في صحيح بالصحيح فقط، كيف يقال فيه مقال في حديث مع أنه قال أنه التزم لكتابة الحديث بالصحيح فقط؟ نعم، كيف التزم الصحة فيما أورده مسندا متصلا؟ وكيف نستطيع أن نقول يوجد في البخاري حديث ضعيف؟ هو هنا هذه ليست رواية، هو ده حديث ليس موصولا، ومع هذا قال العلماء أن مجرد إيراد البخاري له في الصحيح يشعر بأن له أصلا، يشعر بأن له أصلا. وأنا قلت من شوية لو أنت متابع معايا في الكلام إن الحافظ ابن حجر ذكر في كتابه التغليق، تغليق التعليق وكتاب التوفيق، ذكر هذه الأحاديث جميعها وأوصلها أو ذكرها متصلة وأورد لها أسانيد متصلة في غير البخاري. يبقى هنا برضو لا نستطيع أن نقول أن ما أورده البخاري معلقا في صحيحه ليس بصحيح، واضح؟ لكن يجوز أن نقول كل الحديث في صحيح البخاري سواء أنها هذا الحديث معلق كله صحيح، يجوز أن نقول كذلك؟ لا نستطيع أن نجزم بهذا بنسبة 100%، فما قاله الأخ من أن جميع أو أن البخاري التزم الصحة في جميع ما أورده أي ما أورده متصلا مسندا في أصل الأبواب، ليس في التراجم وليس في الأحاديث الإيه المعلقة، لكن كل ما أورده متصلا مسندا فهو صحيح. لكن ما هو نقول يعني بحديث معلق في صحيح البخاري؟ لأنه هذا حديث ضعيف، صح؟ حديث معلق، الحديث المعلق حديث ضعيف من قبيل المردود إلا في كتاب التزم صاحبه الصحة زي البخاري ومسلم، واضح؟ وهنا كلام ابن الصلاح بيقول هذا، إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض زي إنه عدم التكرار ونحو ذلك، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. وإحنا ذكرنا مثال الحديث ابن عباس ده إنه ذكره بغير صيغة الجزم ومع ذلك فهو صحيح وأورده في موضع آخر. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح.
والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل. الثاني من أقسام المردود، وإيه في الصفحة قبل الماضية قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي، وهو ما يقصده هنا. والثاني أي يقصد أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي هو المرسل. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا. يبقى سنة قولية أو فعلية أو تقريرية ونحو ذلك. طيب، هو بيقول هنا أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا. طب احنا هنعرف ايه تعريف التابعي الكبير والصغير، ايه الضابط للتابعي الكبير والتابعي الصغير؟ التابعي الكبير هو من لقى او من لقي جمعا من الصحابة واكثر رواياته عن الصحابة، اكثر رواياته تكون عن الصحابة ولقى جمعا كثيرا منهم، مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهما. التابع الصغير هو من لم يلق من الصحابة إلا واحد أو اثنان، وكانت أكثر رواياته عن التابعين، يروي أكثر رواياته عن تابعين مثله، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهم. بعرفنا إيه الفرق أو الضابط الذي نفرق به بين التابعي الكبير والصغير. وإنما ذكر أي المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، مثل الحديث المعلق، احنا نجهل هذا الراوي الساقط، لا ندري من هو. فواحد هيقول لي طيب ايه التابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ايه اسقط مين؟ الصحابي. طب الصحابي ما هو ثقة؟ نقول له لا، لانه احتمال ان يكون سمعه من تابعي اخر مثله، والتابعين ليس كلهم عدول، فيحتمل أن يكون سمعه من تابعي ضعيف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. تابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى احتمال أن يكون سمعه من صحابي أو تابعي. وعلى الثاني اللي هو أن يكون تابعيا، يحتمل أن يكون ضعيفا. التابعي اللي سمع منه احتمال انه يكون ضعيف، ويحتمل ان يكون ثقة. وعلى الثاني ان هو ثقة، يحتمل ان يكون حمل عن صحابي، ويحتمل ان يكون حمل عن تابعي اخر. واضح؟ يعني التابعي يحتمل أن يكون سمعه من صحابي أو تابعي. طيب، فرد أنه سمعه من تابعي، يحتمل أنه يكون ثقة وأن يكون إيه؟ غير ثقة. طيب، هنفرض أنه ثقة، التابعي ده ثقة، يحتمل أن يكون سمعه أيضا هذا التابعي الثاني، يحتمل أن يكون سمعه من صحابي أو من تابعي. طيب، هنقول لو سمعوا من ايه من تابعي، يبقى برضو احتمال ان يكون هذا التابعي ثقة او ضعيفا. فهنفضل ماشيين كده
لغاية إمتى؟ وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. هنفضل بقى نقول إيه؟ وسمع من تابعي. طب التابعي ده ثقة ولا ضعيف؟ طب هل هو سمع من صحابي ولا من تابعي؟ وهكذا. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. يعني لو هنفترض الأمر من الناحية العقلية يبقى هيفضل يتسلسل كده إلى ما لا نهاية. هل هو ترى سمع من صحابي ولا من تابعي؟ طب ولو كان من تابعي يبقى ثقة ولا غير ثقة؟ والتابعي ده هل هو سمع من صحابي تاني ولا سمع من تابعي زيه مثله؟ ونفضل بقى إيه في هذا التسلسل إلى ما لا نهاية. طيب طبعا قول الحافظ إلى ما لا نهاية ده له يعني ده من إيه من قبيل إيه المبالغة، وإلا فالتابعين يعني محصور عددهم. يبقى إيه الحافظ إيه لو قال إيه فلا يعني أما بالتجويز العقلي فلا ضابط له، لو قال فلا ضابط له لكان إيه أولى وأحسن. لكن إلى ما لا نهاية لا، ما هو التابعين عددهم محصور وعددهم ينتهي إلى عدد معين. لكن قول الحافظ هنا إلى ما لا نهاية له من باب المبالغة يعني. طيب وأما بالاستقراء يعني هو هيقعد بقى إيه الاحتمالات، هل هو سمع من تابعي أو من صحابي وهكذا. قلنا بالتجويز العقلي يبقى ما لا نهاية أو ليس له ضابط، لكن بالاستقراء بقى الفعلي وبتتبع الروايات فإلى ستة أو سبعة. يعني تابعي سمع من تابعي سمع من تابعي سمع من تابعي حتى وصلوا إلى ستة أو سبعة. ستة أو سبعة أو دي شك من مين؟ مش من الحافظ؟ لا، الخطيب البغدادي أورد حديثا عن أبي أيوب الأنصاري، وهذا الحديث الذي أسنده إلى أبي أيوب لما وصل إلى التابعي وجد أن التابعي يرويه عن ستة تابعين مثله، عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب. فالخطيب البغدادي قال إيه؟ قال لك لو كانت امرأة أبي أيوب صحابية يبقى هم ستة، لو كانت غير صحابية فيبقى هم إيه سبعة. يبقى سبع تابعين بيروا عن بعضهم إلى أن وصل الأمر إلى الصحابي أبي أيوب. فيبقى قوله فإلى ستة أو سبعة أو دي جت من الشك، هل امرأة أبي أيوب دي من الصحابة ولا مش من الصحابة؟ فإذا كانت من الصحابة يبقى إيه هم ستة، كانت من التابعين يبقى هم سبعة. عشان كده الحافظ إيه جاب العدد ده. وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، يعني ده أكثر حاجة وجدناها، أكثر عدد وجدناه إن من التابعين يروى عن بعض إن هم ستة أو سبعة. طيب التابعي الصغير ده زي قلنا ايه زي الزهري او يحيى بن سعيد الانصاري او غيره، في تابعي شاف الصحابي وسمع، وقد يكون سمع منه لكنه سمع منه وهو صغير مثلا، إذا لم تكن له رواية عن الصحابي
فحديثه منقطع بلا خلاف. يعني لما يأتي هذا التابعي الصغير ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعد هذا الحديث إيه مرسلا، ولكن نعده منقطعا. واضح؟ فإن عرف من عادة التابعي ألا يرسل إلا عن ثقة، زي مين مثلا؟ زي سعيد بن المسيب. فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، لأن برضو احتمال أن يروي عن شخص ضعيف، هو عنده ثقة لكن عند غيره ضعيفا، وهو أحد قولي أحمد. يعني التوقف في الأخذ بالحديث المرسل الذي رواه التابعي الذي لا يرسل إلا عن ثقة، توقف ده مذهب مين؟ أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين، يبقى قول المالكية، والكوفيين اللي هم مين؟ الأحناف. يبقى ده مذهب المالكية والأحناف وأحد قولي الإمام أحمد، أن هذا يقبل مطلقا. التابعي الذي لا يرسل إلا عن ثقة، مذهب الجمهور التوقف، مذهب المالكية والأحناف وأحد قولي الإمام أحمد القبول مطلقا. طيب، طب الإمام الشافعي بقى، الشافعية، دي بقى مسألة مشهورة. وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى. الإمام الشافعي قال التابعي الذي لا يرسل إلا عن ثقة إذا ذكر حديثا مرسلا يقبل في حالة، إيه هي الحالة دي؟ أن يأتي من وجه آخر، يعني يأتي من طريق أخرى غير الطريق التي أوردها هذا التابعي أو التي فيها هذا التابعي، يأتي من طريق آخر تماما مسندا أو مرسلا، يأتي طريق آخر مرسل ماشي مفيش مشكلة أو مسند، المهم أن يكون له طريق آخر، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. يبقى هو لما يأتي من طريق أخرى هيترجح احتمال كون هذا المحذوف ثقة في نفس الأمر. طيب، دي بقى المسألة اللي اشتهرت عن الإمام الشافعي، إن هو إيه بيأخذ بمرسل التابعي الذي لا يرسل إلا عن ثقة. فبعضهم قال ده هو خاصة مراسيل سعيد بن المسيب. الكلام ده بقى جابوه منين؟ الإمام الشافعي في مختصر المزني أورد حديثا عن ابن عباس، لا ليس عن ابن أورد حديثا عن سعيد بن المسيب مرسلا. سعيد بن المسيب بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. يبقى سعيد بن المسيب إيه؟ أسقط من؟ الصحابي. وقال إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. ثم ذكر أنه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه نحروا جزورا، فجاء رجل بعناق، العناق اللي هو إيه؟ المعزة، أنثى المعز، وقال اعطوني بهذه،
يعني خدوا المعزة دي وادوني لحمة من الجزور الذي ايه نحر، هذا الجزور ده اللي انتوا ذبحتوه، خدوا المعزة وهاتوا لي ايه لحمة من هذا الجزور. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا لا يصلح. فالإمام الشافعي قال أن هذا مذهب عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، ولم يعلم له مخالف من الصحابة لأبي بكر، محدش جه من الصحابة قال لأبو بكر الأمين اللي قال إن ده لا يصلح، ده ممكن يبقى جائز أو جائز، لم نسمع هذا. ثم قال وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن، وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن. فقال لك يبقى الإمام الشافعي بيأخذ بمراسيل سعيد بن المسيب ويحتج به لقوله وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. فالأئمة الشافعية لما جم يفصلوا أو يفسروا هذا القول من الإمام، بعضهم قال أنه يأخذ به مطلقا. ليه؟ قال لك لأن مراسيل سعيد بن المسيب عندما فتشت، فاكرين الاعتبار، فوجدت جميعها مسندة متصلة، يعني كل مراسيل سعيد بن المسيب وجدت مرسلة مسندة من طريق أخرى. وبعضهم قال لا، ده الإمام الشافعي لا يأخذ بمرسل سعيد بن المسيب مطلقا، بدليل ان هو قال ايه، ان ده مذهب القاسم بن محمد وعروة بن الزبير ومذهب سعيد بن المسيب، ولم يعلم له مخالف من الصحابة لأبي بكر. فقالوا ان الإمام الشافعي لا يأخذ بهذا المرسل الا بشروط، أن يأتي من وجه آخر يعضده مرسلا أو مسندا زي ما الحافظ ابن حجر قاله، ولم يعلم له مخالف من أهل العلم. يعني هذا القول اللي هو مثلا في هذه المسألة النهي عن بيع اللحم بالحيوان لم يعرف له مخالف، ولم يعلم له مخالف من الصحابة أيضا. فالإمام الشافعي رجح بمرسل سعيد بن المسيب، والترجيح بالمرسل جائز، يعني بالإضافة إلى هذه الأمور كلها فهو أتى مرسلا من طريق سعيد بن المسيب، فيبقى مرسل سعيد بن المسيب يرجح هذا الأمر اللي هو النهي عن بيع اللحم بالحيوان. فيبقى هنا الإمام الشافعي لم يأخذ بمرسل سعيد بن المسيب منفردا، بل أخذ به لما وجد أن هذا هو قول كبار التابعين وقول أبي بكر، ولم يعلم مخالف لأبي بكر من الصحابة، وورد من طرق أخرى مسندة متصلة، فعشان كده أخذ بمرسل سعيد بن المسيب. والحافظ أبو بكر البغدادي قال وهذا هو الصواب، يعني هذا هو الصواب في أن الإمام الشافعي لا يأخذ بمرسل سعيد بن المسيب هكذا، ولكن بالشروط المعتبرة التي ذكرناها آنفا. مين بيقول دي؟ الخطيب البغدادي. احنا قلنا ان الشافعية فسروا قول الإمام الشافعي
على أمرين. الأول إن هو إيه؟ بيأخذ بمرسل سعيد بن المسيب. ليه؟ قالوا عشان إحنا فتشناها فوجدناها كلها متصلة. ده الرأي الأول للشافعية في تفسير قول الإمام الشافعي. الرأي الثاني قالوا لا، ده الإمام الشافعي رجح فقط بمرسل سعيد بن المسيب ولكن لم يعتمد عليه أصالة. فجاء أبو بكر البغدادي قال وهذا هو الصواب، أي القول الثاني وليس القول الأول. بغدادي ولا أبو بكر؟ أبو بكر البغدادي اللي هو صاحب كتاب تاريخ بغداد أشهر كتبه. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. يعني احنا كلامنا في السابق ده كان كلام على ايه؟ التابع الذي لا يرسل إلا عن ثقة. طب إذا كان هذا التابعي يرسل عن ثقة وغير ثقة يبقى لا يقبل مرسله اتفاقا. ليه؟ لأنه ربما أرسل عن غير ثقة فلا نعلم حقيقة هذا الراوي من حيث الجرح والتعديل. طيب التابعي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أتى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ده نعتبره مرسل ولا مش مرسل؟ زي مين مثلا؟ زي التنوخي اللي هو رسول هرقل الذي أرسله هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا وسمع منه ثم أسلم بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأتى وأخبر بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره. هذا نعتبره صحابي أم تابعي؟ هذا تابعي اتفاقا. طيب حديثه هذا مرسل أم متصل؟ متصل. يعني شوف بقى إيه المفارقة، هو تابعي ومع ذلك فحديثه متصل غير مرسل. يعني التنوخي صاحب هرقل ده لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعتبر هذا الحديث متصل وليس مرسلا. طيب حالة أخرى، الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان غير مميز أو غير مميز زي مثل عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ولكن كان صغيرا غير مميز لا يعقل. فهذا صحابي اتفاقا، ولكن لما يأتي عبد الرحمن بن أبي بكر ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث هذا موصول أم مرسل؟ مرسل. يبقى هنا صحابي اعتبرنا حديثه مرسلا، في الحالة السابقة تابعي واعتبرنا حديثه إيه؟ موصول. يبقى دي في إيه؟ دي استثناء استثناءان من القاعدة.
صحابي اعتبرنا حديثه ايه؟ مرسل، وتابعي اعتبرنا حديثه ايه؟ موصول. لماذا هم يسمون هذا الاسمين؟ لماذا هم يسمون يعني لماذا استثناء لهذا القائله؟ لان احنا قلنا المرسل صورته ايه؟ انه التابعي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تابعي يقول قال رسول الله، ومع ذلك اعتبرنا حديثه مرسلا وليس متصلا وليس مرسلا. ليه؟ لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم أسلم بعد موته، فكان من على حسب القاعدة إن تابعي بيقول قال رسول الله يبقى نعتبر الحديث إيه؟ مرسل. ولكن هنا اعتبرناه موصولا. لماذا استثنيناه من القاعدة؟ لماذا؟ لأن هذا الصحابي أو هذا التابعي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سماعه منه كان حال كفره. واضح؟ وهنا برضو في المسألة الثانية أو في الاستثناء الثاني، صحابي يقول قال رسول الله ومع ذلك نعتبره مرسل. كيف هذا؟ لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز ولا يعقل ما يسمع. فإذا هذان استثناءان من القاعدة. علمت لما هما استثناءان؟ تمام؟ والله تعالى أعلى وأعلم. نعم؟ كتاب التوفيق الحافظ ابن حجر، وكتاب تغليق التعليق. حد عنده سؤال؟ تفضل. احنا قلنا التدليس قبل كده انه يأتي ويروي حديثا ويوهم انه سمعه من شيخه، في حين انه لم يسمعه منه وانما سمعه من غيره، فهذا يسمى التدليس. طيب إذا كان سمعه من غيره فاحتمال أن يكون غيره هذا ضعيفا، وده بيكون في غالب مراد من يدلس. يقول مثلا حدثني أبو عبد الله، فتفهم منه أن أبا عبد الله الذي حدثه هو فلان الثقة، في حين أنه رجل آخر اسمه أبو عبد الله أيضا ولكنه ضعيف، فيأتي ويقول حدثني أبو عبد الله حتى تفهم أنه سمع من الراوي الثقة، فحينئذ يكون هذا مدلسا، وهذا يسبب أو يكون سببا في ضعف الحديث، هذا علة من علل الحديث. فإذا كان هذا الراوي مدلس يبقى أصبح هذا الأمر إيه؟ خلاص إحنا عرفنا أن هذا مدلس وأصبح هذا ضعيفا. طيب ليس مدلسا يعني مثلا البخاري لما يأتي ويفعل هذا، لا أحد يعني يستطيع أن يتهم البخاري بالتدليس، ولكن هو فعله لشيء آخر ولغرض آخر غير التدليس، لعدم التكرار حتى لا يأتي بحديث مكرر، فعله لإما زي ما قلنا إنه لم يسمعه من شيخه وإنما سمع أو حدثه به إجازة أو أعطاه به إجازة أو سمعه عن طريق المذاكرة ونحو ذلك، فيبقى ده معلق. واضح؟ في سؤال آخر؟
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.